يمكن إجبار النبات على التقزم والنمو بشكل بطيء جدا مع احتفاظه بشكله الجميل، وذلك بعدم تكبير القصيص أو الوعاء الذي ينمو فيه النبات، مع عملية تقليم بسيطة كل عام للجذور وإزالة الأوراق أول بأول. نبات الأجاف الذي أمامنا الآن تقريبا عمره أقصر من 8 سنين، نبات عمره أكبر من 8 سنين مزروع في طبق بلاستيك تقريبا عمقه لا يتجاوز 15 سنتي، وجزء من الساق أصبح متخشب مع احتفاظه بشكله الجميل. ونضطر لعمل ذلك في بعض الأحيان عند عدم وجود حيز كافي ومكان مناسب لتكبير حجم القصيص، فكلما كبر حجم القصيص أخذ مكان كبير واحتاج إلى تربة ورعاية أكبر. وهذه الطريقة هي المتبعة في تقزيم الكثير من النباتات، ويكون ذلك بتقليم الجذور بشكل دوري مرة كل عام مع تصغير حجم القصيص وتقليم بعض الأفرع كلما يكبر حجمهم.